في إطار الإعداد للألعاب الإفريقية التي تحتضنها المملكة المغربية صيف 2019، وكذلك في إطار الاستعدادات لإقصائيات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قامت الجامعة الملكية المغربية الملاكمة بأمر من السيد رئيس الجامعة السيد عبد الجواد بالحاج بتوزيع بدل رياضية كاملة على أعضاء المنتخب الوطني المغربي الملاكمة حرف ألف. هذه العملية التي أقرها المكتب المديري وأشرف عليها السيد محمد الحجوج، بطبيعة الحال همت جميع الملاكمين والأطور التقنية، وهذه بادرة طيبة دأبت الجامعة على القيام بها من بين من فيلة إلى أخرى حتى يكون الفريق الوطني في حلة مقبولة ويشرف الوطن أحسن تشريف. طبيعة الحال نأمل أن يتحقق أملنا جميعا في إحراز الملاكمين المغاربة ميداليات ومراكز متقدمة والصعود إلى البوديوم، وهذا ليس بعزيز على مجموعة من الشباب اللي هم حملوا المشعل باش إن شاء الله يكونوا في المستقبل ملاكمين من أحسن الأحوال. بطبيعة الحال الشعب المغربي كله ينتظر نتائج طيبة، والمنتخب الوطني بالطاقم ديالو التقني المونير البربوشي محمد مصباحي داغوبيرتو سرور يوسف وبحلاس نور الدين يعني قادرين باش ان شاء الله يهيئوا لنا هذا المنتخب المستقبل باذن الله. كنشكر جميع المساهمه في هذه العمليه، وكنشكر المكتب المديري، نشكر الاطقم كلها اللي كتعمل ليل نهار من اجل يكون هذا المنتخب في المستوى طيب ان شاء الله.